يقول: ما فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا هذه الدنيا التي نعيش فيها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذه فتنة المحيا. أما فتنة الممات فذكر أهل العلم أنها فتنة القبر، عندما يأتي الإنسان أو يأتي الإنسان في قبره الملكان فيقعدان فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه يقال لها فتنة القبر، والعلم عند الله جل وعلا.